حضرتك طبعا امبارح كلت الفسيخ واتبسطت، وحضرتك كلت الرنجة واتبسطتي، ولونتم البيض، وخلصتم مخزون البلد بتاع الليمون، وحبستم بكوباية الشاي، ومضغتوا اللبان اللي في السوق علشان تقضوا على ريحة البصل، وحضرتك قاعد مأنتخ على الكنبة من التعب، شايفك دلوقتي وعارف كويس جدا انك امبارح قضيت على برضه مخزون البلد من اكياس الفوار علشان تهزم الانتفاخ. كل ده مش مهم، المهم ان انتوا تتبسطوا، المهم ان المصريين امبارح اتفسحوا، المهم ان المصريين امبارح خرجوا يهزموا كل الرعب بتاع القنابل دي بموائد الفسيخ والرنجه اللي كانت موجوده في كل حته في مصر. الحمد لله، ويا رب دايما يسعدكم، كل سنه وحضراتكم طيبين. بس بعد كل الكلام ده وبعد اليوم بقى ما انتهى، خلوني اقول لكم معلش واستحملوني خبر وحش انا مضطر اقوله. التأجيل مش هيفيد، التأجيل مش مصلحتك ولا مصلحتي ولا مصلحة البلد دي. تأجيل الخبر ده مش مصلحة أي حد أساسا. أنا عاوز أقول لك حاجة مهمة جدا، عاوز أقول لك إن تتار جاي، عاوز أقول لك إنه التتار على الأبواب، عاوز أقول لك إنك تفوق بقى من تأثير كل الفسيخ والرنجة وتفهم إن التتار جاي، التتار على الأبواب. التتار بعتوا المراسيل بتاعتهم، التتار جاي وبعتوا المندوبين بتوعهم النهارده، وللاسف كانوا متنكرين وشايلين علم مصر علشان يضحكوا علينا. كانوا واقفين في قلب حوش مدرسه اسمها فضل، مدرسه في مديريه التربيه والتعليم بالجيزه، اهم واقفين شايلين علم مصر بيضحكوا علينا، عاوزين يفهمونا ان هم وطنيين. واقفين وعاملين دايره، واستغفر الله العظيم كده كانوا مولعين نار وبيلف حواليها. أنا الأول لما شفت الصور قلت إنهم بيتدفوا من البرد، عادي طبيعي جدا مش مشكلة، وبعدين قلت يمكن بيعملوا تجربة عن تفاعل ثاني أكسيد الكربون مع حمض الكبريتيك، عادي جدا المعمل بايظ وعملوها الولاد بره، وبعدين قلت أكيد في تلميذ مستهتر عمل حريقة علشان ينتقم من نظام التعليم والناس دي بتطفيها، دي وظيفتهم، دول المسؤولين الكبار عن التعليم في مصر. بس لما دققت في الصور أكتر، ودققنا في الصفحات الأولى للجرايد أكتر، ولما الصورة وضحت أكتر، لقيتهم بيحرقوا كتب. التتار بيحرقوا الكتب. خلي بالك يا جهاد، خلي بالك يا محمود، خلي بالك يا سلامة، يا كل مصري كل مصرية، يا سيادة المسؤول، يا سيادة الوزير، يا فضيلة الشيخ، يا سيادة الرئيس، الحقونا، الحقوا مصر. التتار بقى على الباب وبيحرق الكتب. التتار وصل يا سلامة. يا أهل مصر اسمعوني، في كل حتة دورت فيها عن محمود وجهاد ما لقيتهمش، لكن لقيت حاجة تانية، لقيت التتار، التتار المتوحشين بيقربوا من بلادنا أكتر وأكتر. سيبك من حكاية التتار دي يا راجل، كمل لنا حكاية محمود وجهاد. نفس الحكاية، التتار هم التتار، خدوا من محمود وجهاد كل شيء، سامعين؟ كل شيء، حتى ملكهم. أنا عارف أنتوا عاوزين تعرفوا نهاية القصة، لكن أنا معرفش النهاية هتكون إيه، كلنا لسه ما نعرفهاش، لكن ممكن تحصل في أي وقت، ممكن تحصل هنا في مصر، لكن أي حتة في مصر. ويا ترى حكون موجود ولا حكون مت قبل ما اعرف نهاية القصة؟ هو سأل في أي حتة في مصر، واحنا بنقول له في مدرسة فضل اللي موجودة في الجيزة. هي نفس الحكاية زي ما قال سلامة، تطار في كل حتة. اطلع يا ابني فوق المدنة وكبر، يمكن المسؤولين في وزارة التربية والتعليم يسمعوك، يمكن المثقفين في مصر يسمعوك، يمكن حد في الدولة يسمعك. هات سلامة وامشي في الشوارع معاه، حذر الناس من التتار. كلنا ساكتين ليه؟ الخبر موجود في ديل الصفحات الأولى ليه؟ حضراتكم لسه مش عارفين اللي حصل؟ مش عارفين الكارثة؟ ما هو اللي حصل أنا عارف، أنا فاهم، لا يتوصف ولا يتقال ولا يتقري ولا حد يقدر يتخيله. النهارده في كل الجرايد والمواقع مجموعه صور مع خبر بيقول ان مديريه التربيه والتعليم بالجيزه حرقت 75 كتاب في حوش او فناء مدرسه فضل امام عيون الطلاب. السبب ان الكتب دي بتحرض على العنف والارهاب. لسه ما خدتش بالك
ان دول وصلوا التتار؟ ده تفكير التتار؟ ده تفكير الدواعش؟ فاكر انت، افتكر معايا كده، اول فيديو اول صوره ظهرت لبتوع داعش هما بيحرقوا الكتب في العراق، فاكر الفيديو بتاع داعش اللي بيحطموا فيه الاثار لانها حرام، اثار العراق؟ فاكر وقتها حصل ايه؟ ثوره، غضب، خوف، خناقه، معارك. خبر يقول داعش تهدم الحضاره، داعش تدمر الثقافه، داعش لا تملك القوه على الحوار الحضاري، داعش لا تملك القوه على التفكير، داعش بتحرق زي التتار، دول همج، دول متطرفين، دول مجرمين، دول ضد الحوار، دول اعداء للافكار، دول ضد العقل، ضد الابداع، ضد الاراء المخالفه، ضد الثقافه، دول لازم يتبادوا من على وش الارض قبل ما يقضوا على تاريخ الانسانيه. والكتب بتتحرق في بغداد، في ناس عيطت، والاثار بتتكسر في بغداد، في ناس صرخت من كتر الوجع. النهارده الكتب بتتحرق في قلب بلدك، في حوش مدرسه، قدام تلاميذ لسه ما عرفوش الفرق ما بين الالف وكوز الذره. مع ذلك محدش اتكلم، اخبار عاديه، رغم ان الفعل واحد، رغم ان الجريمه واحده، رغم ان الدباغي الداعشيه المجرمه المتطرفه اللي ما تعرفش غير الحرق مع كل شيء مخالف ليها ما تختلفش ابدا خالص عن دماغ الساده المسؤولين في مديريه التربيه والتعليم بالجيزه، اللي المفروض اتعينوا في الوظائف دي علشان يعلموا ابن وابنك وولادنا يعني ايه رقي، يعني ايه تحضر، يعني ايه اخلاق، يعني ايه حوار. بس لما اتحطوا في تجربه عمليه قدام عيون التلاميذ اثبتوا لهم ان هم ما يختلفوش حاجه عن داعش والتتار، زيهم زي الداعش المتطرف الجاهل المجرم. الحرق عنده اسهل من الحوار، اسهل من مناقشه الفكره بالفكره، اسهل من انه يجيب الكتاب ويفنده قدام الطالب يقول يا ابني اللي بيفكروا كذا بينما الاسلام بيقول كذا. الخبر المنشور النهارده في كل الجرايد مش مجرد خطا ولا سوء تقدير ولا غلطه ينفع الندم عليها ابدا. الخبر ده صدقني كارثه بكل المقاييس. عاوز رايي؟ دي اكبر كارثه حصلت في البلد خلال 10 سنين الاخيره. وتعالى بقى احكي لك التفاصيل، بس قبل ما احكي لك التفاصيل هقول لك عنوانين موجودين في الصفحات الاولى للجرايد النهارده، منهم الوطن اللي عامل عنوان بيقول محرقه الست بوسينه تشعل غضب مصر، والسيده بوسينه كشك ترد انا احرقت هذه الكتب بتعليمات امنيه. هنا بقى السيد وزير التعليم يقول لنا هم الموظفين اللي عنده بياخدوا تعليمات من الامن مش من وزاره التربيه والتعليم؟ مش عيب؟ الحاجه الثانيه، التعليم في التحرير الصفحه الاولى خبر بيقول التعليم حرقت الكتب على انغام بلادي بلادي، والسيده بوسينه كشك بتتحفنا اكبر براي بيقول احنا حرقنا الكتب دي ولم نفرمها لانها تحتوي على لفظ الجلاله. شفت؟ شفت الحلاوه؟ شفت الايمان؟ انا هعيط من فرط الايمان. خد بقى عندك القصه من اولها، تفاصيل القصه من اولها. الخبر اللي مشهور في كل الجرايد زي ما قلت لحضرتك كارثه. تفاصيل قصته من الاول كده، ان اللي حرقوا الكتب دول زي ما قلت لك اخطر من رسل داعش. المصري اليوم نشر تفاصيل القصه زي ما قلت لحضرتك كده. مسؤولين في مديريه التربيه والتعليم بالجيزه عملوا محكمه تفتيش متنقله، بيدخلوا مكتبات المدارس يدوروا على الكتب اللي مش على مزاجهم، ما قالوش اي معايير واضحه ليه الكتب اللي ما ينفعش تكون موجوده ولا مش موجوده في المكتبات، هم ما قالوش اي معايير وبيدوروا على الحاجات اللي على مزاجهم. وبدل ما يصادروا هذه الكتب او حتى ينقحوها او يكذبوها او يردوا على اللي موجود فيها او يفندوا اخطائها او ياخدوها في كرتونه ويمشوا من سكات، لا هم حرقوها زي بتوع داعش بالظبط. حرقوا عشرات الكتب، مش بس حرقوها، لا لا لا، دول عملوا حفله ودايره زي بتاعه القرون الوسطى بالظبط، وقفوا في دايره ويتفرجوا على الكتب وهم بيحرقوها، وقال ايه بيشيلوا علم مصر. عاوز اقول للسيده بوسينه والساده اللي كانوا معاها، علم مصر اطهر بكتير جدا بكتير جدا انه يشارك في جريمه زي دي. ارجوكم بلاش تحشروا علم مصر في الحاجات دي. علم مصر اللي حضرتك ماسكاه في ايدك وبتشاوري بيه على الجريمه دي هو براء منها، ده علم بلد اصلا اتوجدت على الارض عشان تصدر الحضاره والحوار والعلم بكل طرقه للعالم. بكل غرابه بقى طلعت السيده بوسينه كشك وكيله مديريه التربيه والتعليم بالجيزه، ودي هقول لك قصتها بعد شويه عشان تفرح قوي باللي حصل، وقالت ان الوزاره شكلت لجنه اعدام الكتب في المدارس. اه والله ده تصريحها اللي نقلاه المصري اليوم واللي موجود في كل حته، قالت ان الوزاره شكلت لجنه اعدام الكتب في المدارس. شفت الاسم؟ شفت وزاره التربيه والتعليم سمت لجنه
لمراجعة الكتب بإعدام الكتب. شفت حضرتك تطرف داعشي أكتر من كده؟ وقالت لك إن اللجنة دي هدفها جرد المكتبات في المدرسة أو في المدارس، وتحديدا كان مدرسة فضل، وهم بيجردوا الكتب. هي على فكرة اللجنة دي كان ممكن تبقى اسمها لجنة مراجعة، لجنة جرد، لكن لأن التطرف جوه القلب ولأن الأفورة وحشة قالت لك لجنة إعدام الكتب. جريمة. المهم قالت لك لما رحنا مدرسة فضل اكتشفنا إن في كتب خارج الكتب الدراسية عادي، كل مدرسة فيها مكتبة على فكرة، وكنا زمان بنقول محلى المكتبات اللي موجودة في المدارس عشان ولادنا يتعلموا ويتنوروا، صح ولا إيه؟ وعملنا مليون مشروع علشان يبقى في كل مدرسة مكتبة، وكنا بنتفاخر بهذا الأمر، لكن واضح أن السيدة بثينة ومن معها من السادة المسؤولين في وزارة التربية والتعليم مش عاجبهم إن الناس تفهم، مش عاجبهم الناس تقرأ، احفظوا اللي في المناهج وانتهى الأمر. قالت لك لقينا ان الكتب الدراسيه دي اللي موجوده، الغير دراسيه انا اسف، اللي موجوده بتحرض على العنف، وان بعض مؤلفيها هربانين في قطر. السيده كشك قالت كمان في تصريحاتها للمصر اليوم ان في الاسبوع الاول لعمل لجنه اعدام الكتب في المدارس فوجئت بالكتب تتحدث عن اخطاء في القران وتغييب الاطفال عن الواقع الحقيقي، وقالت ان بناء على هذا الامر تم اتخاذ الاجراءات الرسميه تجاه هذه الكتب اللي هي ايه؟ حذفها؟ تنقيحها؟ مصادرتها؟ لا. قالت لك الحرق. وبعدين قالت لك بتبرير بقى حلو قوي، شفت الذكاء. قالت لك انا كان ممكن اخرج الكتب دي متشمعه بالشمع الاحمر. يا فندم ليه ما عملتش كده؟ ده الاجراء الطبيعي بالمناسبه، لو الكتب دي فيها حاجه يعني. قالت لك لكن احنا اتخذنا الاجراء بتاع الاعدام لحمايه الاطفال من عمليه غسيل المخ اللي كانت بتحصل لهم. يا سلام. وانت لما تحرق الكتب دي انت كده خلاص حمتيهم من غسيل المخ؟ أنا آسف والله. مين حضرتك أصلاً، أنا آسف في اللفظ يا جماعة، مين حضرتك أصلاً علشان تقيمي إذا كانت الكتب دي تحرض على العنف والإرهاب ولا لأ؟ وعاوزة حضرتك تقنعينا إن هذه اللجنة في أسبوع، هذه اللجنة اللي ما فيش فيها حد متخصص بالمناسبة، كلهم ناس موظفين، أخدوا في زيارة واحدة المدرسة يوم واحد الكتب وقعدوا كده على جنب في الحوش في الشموسة كده وطلبوا كوبايتين شاي ومسكوا ال 100 كتاب ولا ال 170 كتاب ولا 70 كتاب وعادوا يقروهم وقرروا من تلقاء ذاتهم وذواتهم ان الكتب دي مضره محرضه على العنف؟ عند مين الكلام ده يا جماعه؟ تصدق الكلام ده ازاي ان في خمسه سته ده راحوا مدرسه قعدوا قروا 70 كتاب وخدوا قرار في شانهم في 3 4 ساعات؟ احنا خلاص يا جماعه العصافير اللي كانت مدقوقه هنا بتطير، طارت من زمان خلاص. مين بقى حضرتك علشان تقولي ان حرق كتب امام تلاميذ واطفال بيحميهم من غسيل المخ؟ مين اللي قالك كده؟ مين فهم حضرتك هذا الامر؟ اقول لك انا حاجه تانية وانا واثق منها وممكن نتناقش عليها مليون سنه. غسيل المخ يا دكتوره بثينه ويا ساده مسؤولين في مديريه التربيه والتعليم بالجيزه هو اللي حضراتكم عملتوه. حضراتكم غسلتم مخ ولاد واطفال وعلمتوهم في مشهد عملي وبتجربه واقعيه ان التطرف والحرق هو الحل. علمتهم ان التطرف والحرق لازم يكون طريقتهم في التعامل مع الامور المخالفه ليهم والمعارضه لتوجهاتهم. علمتهم ان داعش هي النموذج والمثل الاعلى. مين حضرتك علشان تعلمي اولادنا واطفالنا ان التطرف واسلوب داعش هو الحل؟ طبعا مش هتلاقي اجابه لا عندها ولا عند حد تاني. السيده بثينه اللي اخذت قرار الحرق طلعت وبكل بساطة جدا وبكل ذكاء برضو تشكر عليه لأنها بتدينا فرصة إن احنا نعرف مين الناس مين اللي اتخذ هذا القرار، وقالت للوطن النهاردة إن هي حرقتهم بناء على تعليمات أمنية، فدلوقتي موظفة في وزارة التربية والتعليم بتاخد تعليمات من الأمن. إيه يا جماعة؟ موظفة واحدة من مئات الموظفين اللي بيغيروا جلدهم حسب نوع الحكم. هي دي الدكتورة بثينة. يعني لو مبارك اللي بيحكم تفتحي مشروع التوريث، ولو مرسي اللي بيحكم تساعد الاخوان على اخوانه المدارس، ولو شافت ان السلطه بتكره الاخوان وعاوزه تطوير خطاب ديني تحرق الكتب حتى من غير ما تقراها. على فكره ده مش رايي، الارشيف هو اللي بيقول كده. دي برضو، وعلى فكره السيده بثينه انا اسف برضو كانت مسؤوله والكتب دي كانت موجوده ايام الاخوان، ما حرقتهمش ايام الاخوان، تلاقيها كانت بتوزعها مع الطلبه يعني عشان بس السلطه كان الاخوان هم اللي بيحكموا وقتها. دي الاخبار اللي منشوره في الجرايد ولم تكذبها السيده دكتوره بثينه ولم يكذبها احد. كايرو دار موقع التعليمي التابع اليوم السابع نشر في تاريخ 16 يوليو 2013، اللهم لك الف حمد وشكر على الارشيف،
اللهم لك ألف حمد وشكر على الأرشيف. نشر تقرير بيقول أثار ترشيح الدكتورة بوسينة كشك لمنصب وزير التربية والتعليم بعد تلقيها اتصالا هاتفيا من الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء وقتها جدلا كبيرا داخل ديوان عام وزارة التربية، لأن الناس اعترضت على ترشيحها لمنصب وزير التعليم وخلت رئاسة الوزراء تتراجع. ليه؟ الناس اعترضت وقدمت مصوغات اعتراضها، وبالتالي الحكومة وافقت وقتها إن الناس دي صح. الناس دي قدمت شكاوى بتقول إن هذه السيدة من أشهر الموظفين الذين اشتهروا بالولاء لنظام مبارك، وأنها فجأة وبدون سابق إنذار وجدت تحت مسمى وظيفي ما في جمعية تابعة لسوزان مبارك وكانت تدعو للتوريث، وفجأة بقت مسؤولة عن ملف الجودة بتاع المدارس، وتم تقديم ضدها عدد من الشكاوى لأنها عندها شبهة إن هي كانت بتسهل حصول بعض المدارس على شهادة الجودة دون أن تستحقها. أدي أول خبر. مش بس كده، موقع صدى البلد بتاريخ 6 ديسمبر 2013 نشر تقرير بيقول حالة من الغضب أصابت العاملين في التربية والتعليم بعد نشر خبر التغييرات الجديدة اللي كان عاوز يعملها الوزير محمود أبو النصر لعدد من 20 قيادي بوزارته، واللي كان من أبرزها القرار المفاجئ بتبديل مناصب كل من الدكتورة بوسينة كشك مدير التربية والتعليم بالقليوبية والدكتور عبد الله عمارة مدير الإدارة المركزية للتعليم الأساسي بديوان الوزارة. وقال في الخبر ده موقع صدى البلد إن موظفي الإدارات الفرعية بالتعليم الأساسي بيهددوا بتنظيم مظاهرة ضخمة داخل الديوان احتجاجا على تعيين السيدة بوسينة كشك لأنها غير كفء ولأن الشكاوى ضدها كتير، لأنهم بص بقى ركز في دي يرون أنها مؤيدة للقيادات الإخوانية التي كانت تقود الوزارة في السنة اللي فاتت. بس طبعا اللي حصل بيأكد لينا وليكم إن الأستاذة بوسينة معاهم عليهم. تفتح الأرشيف تلاقيها وقت مبارك مع مبارك، تفتح الأرشيف تلاقيها وقت الإخوان مع الإخوان، دلوقتي هي مع اللي بيحكم. والموظف اللي تركيبته بهذا الشكل تقدر تحطه على طول وانت مطمن في الجدول بتاع المشتاق لكرسي الوزارة، لكن أنا آسف حضرتك مش اشتياقك ده هيروح على الفاضي، لأن اللي عملتيه ده جريمة. المهم قبل ما تقول لي يا سيدي الكتب اللي اتحرقت دي ايه يعني لو كانت متطرفه خلينا نحرقها، سيبك بس مبدا الحرق لان احنا ضده طول الوقت، لكن انا هقول لك ان المصر اليوم برضو والجرائد الثانيه منها التحرير نشرت قائمه ببعض عناوين هذه الكتب اللي اتحرقت واتقال عليها ان هي متطرفه. منهم يا سيدي كتاب اسمه الاسلام واصول الحكم مؤلفه الدكتور علي عبد الرازق. عارف يعني ايه الاسلام واصول الحكم؟ ده كتاب تقريبا في نص مكتبات بيوت مصر، ده كتاب المفروض فاخر بيه المجتمع الفكري والثقافي بانك عندك مؤلف بهذا الحجم ومؤلف بهذه يعني الحلاوه. وبعدين قال لك في كتاب تاني اسمه احداث النهايه مؤلفه محمد حسان. الشيخ محمد حسان يا فندم بيطلع في تلفزيونات الدوله عادي وبيخطب في المساجد عادي وبيتكلم عادي جدا حتى لو احنا مختلفين معاه، بس نجيب الكتاب ده نقول في ايه المشكله؟ مش مشكله. قال لك في كتاب تاني اسمه عدو الاسلام مؤلفه جلال ديودار كاتب الصحفي. قال لك في كتاب تاني اسمه جمال الدين الافغاني مؤلفه عثمان امين. بصينا في الكتاب ده جبت منه نسخه ما فيش فيها حاجه، كتاب عادي جدا. في كتاب تاني اسمه منهج الاصلاح الاسلامي مؤلفه شيخ الازهر الاسبق الدكتور عبد الحليم محمود. يعني ايه؟ يعني ايه بتحرق كتاب لشيخ الازهر السابق بدعوى ان فيه تطرف وبيغسل غسيل مخ الاطفال؟ بالمناسبه مدرسه فضل الحديثه اللي شهدت الواقعه بتاعت الحرق دي المحرقه، هذه المحرقه والجريمه، اعلنت ان هي هتقيم دعوه قضائيه ضد السيده بوسينة كشك والمسؤولين بسبب ادعائها ان المدرسه تنتمي الى جماعه الاخوان وحرقها عدد من الكتب اللي قالت ان هي تدعو للتعصب. ونفت المدرسه ان الكتب المدرسيه تحتوي او ان المدرسه فيها كتب تدعو للعنف والتطرف الديني او اي كتاب مخالف تاريخيا او جغرافيا او بتروج لاي فكر سياسي، وقالت تعالوا حكمونا وعدوا معانا وبصوا على الكتب وشوفوا الكلام ده. وقالت ان في بعض من الكتب المحترقه دي اصلا مصرح بيها وزاره التربيه والتعليم. انا معايا على التليفون عشان بس نقفل حكايه المدرسه دي تحديدا زميلنا الكاتب الصحفي البراء اشرف، وهو واحد من التلاميذ اللي كانوا تلاميذ براء، دلوقتي كبر وعجز حالتنا، كان في المدرسه دي وكاتب مقال عن الموضوع ده في مصر اليوم امبارح، بيتكلم عن مدرسته وبيتكلم عن اللي حصل فيها. خلينا نروح لبراء اشرف يقول لنا ايه هو اللي كتبه في مقاله بتاع مدرستي لا تحرق الكتب. مساء الخير يا استاذ براء.
مساء النور يا محمد، ازيك؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. ممكن تقول للناس انت المقال بتاع مدرستي لا تحرق الكتب، شيء يعني انت عاوز تقول من خلاله ايه؟ وفي نفس الوقت تعليقك ايه على الكلام اللي حصل في المدرسه اللي انت كنت في يوم واحد من تلاميذها؟ بص انا الحقيقه كنت بنقل تجربتي بشكل بسيط جدا في المدرسه. انا المدرسه دي درست فيها 10 سنين ويعني انا بحب المدرسه دي، يعني دي مدرسه الحمد لله ان انا يعني انا محظوظ ان انا كنت واحد من التلاميذ اللي كانوا فيها. مدرسه مهتمه ان هي تربي الناس وتربي الطلبه اللي فيها، مهتمه ان هي تعلمهم، مهتمه ان هي يبقى عندها في انشطه طول الوقت، مدرسه جميله يعني عارف كده، المدرسه اللي نحب نشوف فيها اولادنا بما اننا عجزنا زي ما انت بتقول. فطبعا يعني مدرسه انا فاكر كويس جدا، وده اللي كنت كاتبه في مقالي. انا فزت، دخلت في مسابقه من ضمن المسابقات اللي كانت بتعملها المدرسه عن بحث، افضل بحث عن 6 اكتوبر، عن حرب 6 اكتوبر وانتصار الجيش المصري فيها. والمكتبه اللي تم حرق الكتب منها دي المكتبه اللي انا كنت قعدت فيها كذا يوم بدور على كتب وبستخدمها في البحث بتاعي. لان كان هي مكتبه ضخمه وفيها كم متنوع جدا من الكتب. ولما شاركت في المسابقه دي وفزت بجائزه، كانت الجائزه عباره عن مجموعه من الكتب. يعني كان مجموعه من الكتب والدواوين والقصص اللي هي كانت تلائم سني وقتها. والحقيقه كانت مجموعه يعني يمكن بعض الكتب منها ما زال عندي لحد دلوقتي. فطبعا ذهلت لما لقيت اسم المدرسه موجود في القصص دي، في القضيه دي. وذهلت كمان لما شفت الصور، الحوش اللي تم حرق الكتب فيه ده الحوش اللي احنا كنا بنلعب فيه واحنا عيال صغيره. ده الحوش اللي كان بيتعمل فيه الاستعراضات الرياضيه الراقصه في الحفلات الموسميه بتاعه يعني اللي كل المدارس بتحتفل بيها. ده الحوش اللي بيتعمل فيه السوق السنوي اللي بنجيب فيه، المدرسه بتطلب مننا ان احنا نجيب فيه اغراضنا اللي ما بنستخدمهاش ونعمل نبيعها او نستبدلها مع زملائنا. فكان في حياه اجتماعيه قويه جوه المدرسه. متهيألي كلمه تطرف دي يعني لا ما كانش ليها اي موضع اطلاقا وما كانتش موجوده. وانا ما زال يعني اخواتي الصغيرين طلبه في المدرسه لحد النهارده، والوضع ما اتغيرش. يعني مفيش حاجه شفتها شكلها متغير. فده كان الحقيقه كان اكتر حاجه مفزعه ليا، وده اللي خلاني اكتب المقال ل 12 المصري يوم امبارح. انت ايه رايك في وصفها للمدرسه بان هي مدرسه اخوانيه؟ والسؤال الثاني، انت شايف ازاي تاثير مشهد زي ده، حرق الكتب في الحوش، على التلاميذ الموجودين هناك، يعني على اخواتك؟ يعني انت ما كلمتهم وقلت لهم ايه بعد اللي حصل ده؟ بص انا مش عارف ارد على موضوع المدرسه الاخوانيه مش اخوانيه. يعني انا اللي اعرفه ان انا الفصل بتاعي لا كان فيه طلبه مسيحيين. اللي اعرفه ان المدرسه بتاعتي كان فيها بنات كتيره مش محجبات. اللي اعرفه ان لا انا احنا في الاخر ما كانش في اي سمه او اي شكل من الاشكال للنشاطات اللي ممكن توصف بنية اخوانيه موجوده في المدرسه دي. دي بص انا بقولها لك شهاده طالب فضل عايش في المدرسه دي 10 سنين يعني. والمعرفتي كمان بتاريخ المدرسه وتاريخ العيله اللي اسست المدرسه، لا هما الحقيقه بعيد كل البعد عن الاخوان او عن الاتهام ده باي شكل من الاشكال. نيجي بقى لموضوع الكتب. هو في الاخر انا مش يعني كنت بسمعك من شويه واحنا بنحاول ان احنا يعني انت بتفند الكتب كتاب وتشوف الكتب دي ايه محتواها. هو انا في الاخر انا بصراحه مش عايز اناقش ايه محتوى الكتب. انا ما اعرفش ايه محتوى الكتب، يعني ما قريتش عناوين كتيره من الكتب اللي تم حرقها الحقيقه ما قريتهاش يعني. لكن يبدو كده من شكلها ان هي الموضوع في شنك. لكن هو السؤال، هو احنا لو في حاجه مش عاجبانا هنحرقها؟ بالظبط. يعني هل هي القاعده هتبقى كده؟ اللي مش عاجبك تحرقه يطلع بقى كتاب، يطلع بني ادم، يطلع مبنى، يطلع ايه؟ ايوه، ومين اللي يحدد اصلا؟ طريقه ثانيه. مين اللي يحدد؟ بص احنا حددنا، دعنا نتفق ان احنا حددنا ان في كتاب او في حاجه ما مش عاجبانا. ايا كان بقى هي فيها ايه؟ هو الحل ان احنا نحرقها ولا في حاجات ثانيه؟ في 8000 طريقه ثانيه. طب لان لو انت هترسي القاعده قدام الطلبه الصغيرين على ان الحاجه الغلط بتتحرق، انا مش عارف ايه علاقه ده بالتربيه والتعليم. بالظبط، هو ده اللي عاوز اسالك فيه بقى. هل انت اتكلمت مع حد من اخواتك؟ حد قال لك مشاعر الاولاد اللي كانوا موجودين في المدرسه في الوقت ده؟ انا اللي عرفته ان الطلبه ان ده حصل وقت الفسحه، وقت الفسحه في المبنى قريب من المبنى التابع للبنات اللي موجود فيه البنات، وان البنات ما كانوش فاهمين ايه اللي بيحصل، وهم شافوا حريقه كبيره في الحوش وقت الفسحه بتاعتهم. فحصلت حاله من الصريخ، الناس كانت مفزوعه، المدرسه بتولع. ف
في حد جاي يولع في مدرستنا. ان الحقوا حد في احنا هنولع اللي هينزل الحوش تحت هيولع. فده ده دي يعني دي الرساله اللي الطلبه كانوا خارجين منها كانوا خارجين بيها من المشهد نفسه يعني. بص يعني احنا بص يعني عشان خلاصه الموضوع مش محتاجين نناقش كتير ان اللي حصل ده شيء عبثي. صحيح جريب. يعني هو شيء يبدو انه شيء شاذ وغريب ومش مفهوم يعني. احنا محتاجين حد ياخدنا بالراحه كده حوالي فهمنا هو الناس اللي فكروا ان هم يعملوا كده عملوا كده ازاي بالظبط في انهي ظروف. واضح كانوا في سيخ بدري ولا حاجه دي... واضح كانوا في سيخ بدري ولا حاجه. لا هو دي حاجه ناس عملتها وهي مش واعيها. ده حاله تكون بتفكر ان في موظف كبير واعي صحي الصبح نزل قرر ان هو يعمل كده. لا ده محتاجين ناخده على هداوه يعني. انا بالمناسبه القصه مش ان يلا بينا نرفع دعوه قضائيه. لا الاستاذه بوسينه كشك المحترمه محتاج حد يسالها بالراحه. طب هي تقول لي بالراحه كده بس من غير ما اخش في موضوع خناقه انت جبت المفكره العبقريه دي منين؟ ما هي عندها ردود الحقيقه هي عندها ردود الحقيقه غريبه جدا. انا بشكرك جدا يا براء على مداخلتك معانا والامر اللي تم توضيحه ده بخصوص التلاميذ والطلبه. وانا عندي هنا توسل ورجاء ارجوكم ابوس ايديكم ورجليكم وعندي استدعاء اعملها. اي ولي امر في هذه المدرسه ليه بنت او طالب شاف هذا الامر وهو بيحصل حريقه في قلب المدرسه ومش فاهمين ارجوكم روحوا ارفعوا قضايا. دي نفسيه ولادكم، ده مستقبل ولادكم. ارفعوا قضايا على اللي عمل كده، دي جريمه. عارف يعني ايه تلميذ صغير شوف حاجه بتحرق؟ ابوس ايديكم ورجليكم خدوا حق اولادكم. ابوس ايديكم ورجليكم خدوا حق اولادكم. عموما المفارقه بقى يا اخي العجيبه في اللي حصل ده الطرف التاني. في مفارقه تانيه غريبه جدا. اللي عملوا اللي اعدموا الكتب حرقا بتوع داعش دول ما يفرقوش حاجه عن اللي بيعمله دلوقتي الاستاذ مدعي الليبراليه وانا اسف الكلمه لازم اقولها ومدعي التنوير اللي بيدعو المليونيه خلع الحجاب في ميدان التحرير. ايوه انا بتكلم عن الاستاذ الكاتب شريف الشباشي. هذا الرجل وفق ما نشره موقع جريده التحرير ونشرته جريده التحرير وجرايد بقت تنشر عليه دلوقتي موقع اليوم السابع كمان بيدعو لمظاهره خلع الحجاب في التحرير وبيقول ان فتاه مصر تعرضنا للارهاب والترويع من اجل الحجاب وقيادات سلفيه تطالب الازهر بالتدخل ضد دعوات التبرج. خلال الاسبوع اللي فات ده الراجل ده مصر على هذه الدعوه. يا استاذ شريف انا مش هناقشك في الكلام ده لانه عبث برضه، دعوه عبثيه، دعوه برضه محتاجه ان حد ياخد حضرتك كده ونروح نقعد في مكان هادي ويحاول يفهم منك انت بتفكر كده ليه؟ انا برضه عاوز اقول امال ايه الليبراليه وحريه الناس وحريه العقيده وحريه الاقتناء اعتناق الاراء وحريه ارتداء الملبس وحريه المسكن وحريه التنقل؟ مش هي دي الليبراليه ولا ايه؟ ولا هو ده كلام فض مجالس؟ والحقيقه ان وقت الاختبارات الحقيقيه بتبقى حضرتك زيهم جواد داعش صغير برضو عاوز يفرض فكرته علينا بالقمع وخلاص. مش الحريه الناس تلبس وناس تلبس؟ يعني استاذ شريف شباشي كتب مليون مقال بيتهم بيه الاخوان بان هم متطرفين ومتخلفين وجهله لانهم كانوا عاوزين يفرضوا الحجاب في المدارس. هل يجوز ان احنا نفرغ نفس المقالات دي ونصف بيها الاستاذ شريف؟ مجرد سؤال. السؤال بقى دلوقتي هو ليكم لحضراتكم، هو ده اللي انتوا عاوزين تعلموه لاولادكم؟ السؤال للمسؤولين في وزاره التربيه والتعليم، هو ده اللي انتوا عاوزين تعلموه لاولادنا ان هم يبقوا زي داعش؟ طب فكر فيها كده واسال نفسك، فكر فيها يا ترى الصوره دي هتدفع كام واحد انه يمشي اكتر نحو طريق التطرف والتشدد والغلو؟ يا ترى التيارات المتطرفه دي كانت تتمنى احسن ايه؟ يعني كانت تتمنى ايه احسن من الصوره دي علشان تثبت وجهه نظرها للعيال الصغيرين في تكفير النظام والمجتمع، علشان تجذب الشباب ان هم ينضموا ليها طالما هم بيعملوا زي ما بتعمل وزاره التربيه والتعليم، وعلشان الشباب ينضموا ليها؟ بذمتك يا اخي وعيني في عينيك كده، في هديه احلى من الهديه اللي قدمتها مديريه التربيه والتعليم بالجيزه للجامعات التكفيريه؟ بذمتك انت لما تطلع الجامعات المتطرفه دي في يوم من الايام تحرق كتب، بأي عين هنعترض ونقول عليهم ان هم تطار وهمج؟ العين مش هتقدر تترفع التاني وترد على الناس دول وتعليهم تطرف وهمج الا اذا كان جزاء كل من شارك في هذه المهزله وهذه المحرقه بتاعت حرق الكتب دي عقاب ما بعده عقاب، لا مجرد لوم ولا مجرد جزاء اداري. دول لازم يكون عبره لمن يعتبر. فاصل ونرجع الاخبار.